ليك طلعت والله هي. والله هي هي لولو. لك وينها؟ ما عم شوفها. وينها؟ تعال. ايه والله ليكني شفتها. انا رح علمكم كيف تتفرجوا على بيوت الناس. لك كتير حلوة. جبت لكم اليوم أحلى غدا لكم يا كلابي، بس لا تطلعوا صوت، بس لنوصل لعندهم عو قد ما بدكم. امشوا لشوف. يلا تعي لهون. تعي يا حلوة انت، تعي تعي ما تخافي. يلا لشوف، روحوا على الضوان. يا أمي دخيلة. يلا يلا وليه روبة روبة خلاص خلاص روح. يلا لعندنا أول. طولي بالك طولي بالك والله كنت عم نعمل شي. خلاص رايحي رايحي. يلا يشي يشي لك ركود 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 أحسن بلي حطونا ركود من هون. تعال تعال. أمي شو عم تساوي بالكلاب؟ وقف، ما في شي مهم يا بنتي، ما يهمك. كان في رجال مو مناح برا على باب بيتنا، لهيك طلعت الكلاب. لك شو هالحكي؟ معقول عم تفلت الكلاب بالوقت اللي بيرجعوا فيه الفلاحين على البيت؟ ما بتخافي يهجموا على شي حدا؟ ايه خلص يا بنتي، شو يعني بدك يعني اترك الرجال على باب بيتنا؟ ابوكي وينه؟ ما اجى لسه؟ مبلا قاعد جوا. يلا. ايه والله ما فهمت شي من هالقصة. تعال من هون. تعال اركض اركض. اركض يلا اركض. انتبه. اركض اركض. لساتهم لاحقيننا. لك اركض ولا طلع وراك. يلا ماشي. الله يلعنك، هلا وقتك انت. جبان جبان جبان. السحاب مفتوح، السحاب مفتوح. جنيت؟ لا تجنني، روح من هون. يلا خلينا نروح سوا. يلا خلينا نروح. طلع العقل زينة فعلا. خلص اتركه بحاله، شو بدك فيه؟ امشي خلينا نروح. يلا نحن شو جابنا على هالقصة من أولتها يا أخي؟ تورطنا ومشي الحال. شو صاير معك؟ انت طول بالك كمان، خلينا ناخد نفس أول شي. بسم الله. شبك ليش عم تسألي هون؟ مازال ما عندك شيء، خلينا نحكي كلمتين. أما إذا عندك شغل فورا مفوت لجوا. تعالي عادي تعي، بعرف ما راح تحلي عني لتحكي لي شو بدك. ساوي لك فنجان قهوة ويكون له رغوة كمان. من الأخير قلي لي شو بدك. ما بدي شيء. منيح.
أستغفر الله. أوف. خير، ليش عم تتأففي؟ لا يا روحي ما في شي. حاجة تتمايعي وكأنك عروس جديدة، احكي لي شو بدي خلصيني. أنا؟ ايه؟ كأنك قلت عروس؟ هي أخذت أول خيط من الموضوع كل هاد. وليش أنت تحمستي هيك هلا؟ لو مو حافظك بصم كنت قلت بدك تزوجيني، بس أنت بتقبريني وما بتعمليها. استغفر الله، شو هالكلام هاد؟ لما يكون في وردة حمرا مفتحة يا ترى مين بده يطلع على الغصن؟ لا إله إلا الله، ماني عم بفهم عليكي، شبكي جنيتي يعني؟ الكل بيطلع على الخير الصغير لما يركض، بس ما حدا بيطلع على أبوه، من كل عقلك؟ يا مرح لا تغليني جن هلا، والله رح عصب، عم حزرك ها؟ خلصنا بقى، وليش لحتى تعصب؟ الموضوع لخير، ما في شي بيخليك تعصب. شو هالموضوع بقى؟ إلك ساعة عم تحكي وما عرفتي تسكتي، طلعتي لي الجن على راسي. كش 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 يي. لك لمين عم تكشك شي يا مرح؟ شو في جاج هون؟ مفكر الجن رح يروح إذا كشيتي يعني؟ أصلاً عم بيقولوا لي بدهم يضلوا. ليش يعني في أكثر من واحد؟ ايه والله كتار. انتي روحي وساوي لهم قهوة وبعدين جاهزي لتخوت كرمال يتسطحوا ويرتاحوا. تمام؟ تمام يلا فورا. معزز ايه امرني. وقفي عندك. طيب حاضر. والله انا من وراكي بدهم ياخدوني عم مشفى المجانين. سمعتي حالك شو كنتي عم تحكي؟ خلص شو صار هلأ يعني؟ انا لما اتلبك بتعرف ما بيضل عقل براسي. طلعي هلأ بتركزي حالك وبتحكي لي كل شي، عم تفهمي؟ لا تخليني جن عليك هلأ. أستغفر الله، تعالي عدي قدامي. خلص تمام. رح أحكي لك كل شي بهدوء. خلصينا، نفختي قلبي. لولو صارت كبيرة وما شاء الله عليها مثل القمر. معك حق، لكن كبرت. ايه كبرت. كل رجال الضيعة ميتين لحتى ياخدوها عروس لبنتي؟ والله بشيل له عيونه اللي بيفكر بس تفكير يطلع فيها، عم تفهمي؟ بموته. الله الله عمهلك يسلموا. دير بالك امشي. يا روحي طول بالك، شو كل ما عصبت بدك تجي تكسر عصاية هيك؟ استغفر الله، شو مفكر حضلت طول العمر عندك؟ إذا عصبت ولا ما عصبت بالأخير لولو رح تصير أحلى عروس بكل هالدنيا، كل الشباب ميتين عليها، شو بدك تخليها مثل المزهرية؟ ما أحلاها. اي والله والله بتقول مثل القمر. اي والله كتير حلوة. خلصي يا مرا اسكتي. هلا بدك تخليني روح اساوي مشاكل وقتل شباب الضيعة بسبب كلامك هاد؟ احكي بسرعة يلا خلصيني. شو لهلا ما عم تقدر تستوعب؟ بنتنا كبرت وصار لازم تتزوج، وهلا ان شاء الله تكون فهمت. ها ها لا ما بدي اسمع هالكلام مرة تانية. خلاص اسكتي.
قال بنتنا صار لازم تتزوج ورح تكون أحلى عروس بالدنيا. ما يكون حدا طالب إيد لولو. ها أحكي مين؟ شو اسمه الرجال الوسخ؟ استغفر الله. عمر ليكي لولو، ولدته أمه جديد كتير حلو مو هيك؟ كتير لطيف. شو صار عمر؟ ليش قلبت وشك هيك؟ هيك مو قلتي لطيف؟ اجي أبوكي على بالي. قلت أبي؟ مو بينادوا لأبوكي مراد اللطيف؟ لهيك جدي هو اللي سمى لبابا مراد والعالم لقبته هيك. كانوا كتير يحبوه لأنه كتير حباب، وبابا بيضل وشه عم يضحك كمان. ايه كتير. عم قل لك مين هو؟ من وين بدي أعرف أنا؟ كيف منعرف إذا ما بيسترجي يجي بسببك؟ استغفر الله. شو بدي أكله إذا أجل عنا؟ لما يحب يتقدم لبنتي يجي ويورجيني حاله وأنا بقرر، وأنت لا تتدخلي بهالقصة أبداً. خلص ايه تصطفل وكأني حكيت شي غلط. ليش ضل شي ما حكيتي؟ صرعتي لي راسي من الصبح، ويا ريت حكيتي جملة مفيدة بالأخير، وهلأ بتقولي ما حكيت شي غلط. بكفي بقى، آخر هالعمر بدي أقعد اسمع حكي النسوان الفاضي وما بقى بتسكتوا كمان. خلص رح ساوي اللي بدك يا طبعا، لأنك أنت بتفهم أكتر مني. تعرف شو أمك الله يرحمها شو كانت تقول؟ دق الحديد وهو حامي. ولا تترك بنتك بلا زواج. شو الحكي؟ والله اللي بيسمعك بيصدق انه انت حافظة كل كلام امي لما كانت عايشة وتقلك تعي عدي تتحججي وتكذبي عليها كأنه عندك شركات. اذا طلبت منك تطبغي برغل تروحي تساوي شوربة عدس وتحطيها قدامها. هلأ صرتي بدك تسمعي كلام امي؟ اوف رح ساوي اللي بدك يا بقى، بكرة منشوف بس تعنس بنتك بالبيت. انا ما دخلني بوقتها. اللي بيسمعك بيقول بنتنا عمرها 30 سنة وكلها على بعضها عمرها 20، قال بدها تعنس عندي لساتها بنت صغيرة. وبعدين وإذا ضلت عندي أصلاً ما عندي غيرها. أنا ما عم قلك روح زوجها هلأ، أنت وقت بتحس الوقت مناسب زوجها. بس حبيت ذكرك أنه مو ضروري نضل عم نرفض العرسان، بالأخير كمان نحن لازم نفرح فيها. أنا رح روح ساوي لك فنجان قهوة وإنت فكر بالقصة. خلص بقى؟ خلصنا عني. بقى؟ هلأ حدا بيشوفك؟ هاتي عادل؟ سعاد؟ شو عم تساووا انتو الاثنين؟ شو هاد؟ استغفر الله، من وين جبتوا هالوقاحة؟ قال بده يشتغل عنا، يلا ليكي يا مرة، بتعرفي شو عم فكر؟ كيف بدي أعرف بشو عم تفكر وأنت كل شوي بعقل يا مراد؟ كنت عم بقول بنتنا هي لولو. إيه؟ الحق معك فعلاً كبرت. أنا عم بقول إنه خلينا نزوجها، شو رأيك؟ لأنه كل البنات يلي بعمرها تزوجوا وهي لساتها عنا حسيت حالي غلطان. إيه منيح حسيت بقى. يعني إجت فكرة زواج بنتك هيك لحالها على بالك؟ ايه هيك اجت عبالي. شو فيها؟ ما تكوني بتفهمي اكتر مني يعني؟ لا يا روحي ما فيها شي. معقول كنت بفهم اكتر منها؟ بس بصفتك اما اكيد لازم اخد رأيك، وانتي خبريني شو رأيك بهالقصة؟ ايه يسلموا لانك عم تسألني على رأيي. والله شو بدي اقول انا برأيي فكرة منيحة. انا على طول كان يخطر على بالي من وقت للتاني، بس انا ما بقدر احكي بهيك قصة، بتعرف ما دخلني فيها. والله إنك اخترت الوقت المناسب لحتى تفكر بهيك قصة. لو تركت الموضوع علي كنا بحياتنا ما زوجنا بنتنا ولا شفناها عروس. والله بس لا، ما رح أعطي بنتي لأي رجال عادي.
عثمان، جميل، بدي أسألكم شيء. كنت عم أسأل حالي أنتوا أمتى بدكم تتجوزوا يا ترى؟ وليش عم تسأل؟ شو حابب كتير ترقص بعرسنا؟ بيكون متحمس على العرس. لا والله مو هيك، بس ما شفتن للبنات يلي كانوا عند النافورة؟ اطلعوا عليك واطلعوا عليك أنت، كانت السمرة عم تبصبص عليك، ما شفتها يعني؟ أنا لقطها فورا، برأيي صار لازم تخبر أبوك لحتى يطلب إيدها. بتعرف شو اسمها؟ شو كانت؟ شكرية. وأنت روح اطلب الشقرة يا جميل. لا أنا رح أنطر، عثمان الصفل. لا والله ما عندي نية أبدا، إذا كنتوا ناطرينا فبرأيي لا تنطروا على الفاضي. اللي أنت عن مين عم تحكي؟ عن لولو، ما تنتظروا على الفاضي. ليش بقى؟ بدك ياها أنت؟ لا يا روحي، من وين طلعت هاي القصة هلأ؟ شو جاب لولو بنت مراد لألي أنا؟ مراد ما بيعطي بنته لأي حدا، كرمال هيك حكيت أنا. وانت امتى رح تتزوج؟ يلا خبرني لشوف راكان أفندي. أنا لساتني صغير كتير. انت؟ إذا عطيت بنتي لأي شخص عادي فهذا رح يكون عيب، بدي إياه شجاع وزلمة، لازم يكون قوي، لازم يكون عنده عزم. شو كمان؟ ويعرف يحمي لي بنتي. احكي لي شو كمان. يلا لازم بس يضغط على الحجرة تتكسر الحجرة بإيده. استغفر الله، شو قاعد عم تحكي انت؟ يعني هو بس بده يتزوج بنتك؟ ولا ببالك تنقي واحد كرمال يروح على الحرب؟ لك المهم يكون ابن عالم يلي بيسمعك بفكر انك عم تختار عسكري كرمال الحرب. لا تتدخلي، خليني خلص. لازم يكون زوجة لبنتي زلمة قوي وذكي كتير كمان. ما بيصير يكون جبان. لأنه إذا شي مرة صار معه موقف صعب ما بيصير يجي دق عليه، لازم يعرف يتصرف وكمان ما يخاف. أنتي بتعرفي شو كاتبة الأيام؟ شي يوم منيح وعشرة لا. أنتي ما بتفهمي بهالقصص، بس أنا بفهم وبفهم الرجال كمان. بعرف. هي إذا كانت بدها تتزوج. طبعا أكيد بدها تتزوج، شو بدها تضل بالبيت يعني؟ طيب ولولو ما لازم تسأل بنتك عن رأيها كمان؟ لك ساعة أنت قاعد عم تحط مواصفات. طيب وهي؟ أكيد لازم تحبه لولو كمان، بالأخير هي بنت أبوها، ما رح تختار رجال غلط. ليكي رح تشوفي، هي ما رح تقول موافقة لما أنا بكون قايل لا. وبركي وافقت؟ مستحيل. طيب رح نشوف إذا رح توافق ولا لا، وبوقتها خلينا نشوف بنت أبوها يا سيد عمر. شوفي لولو، تأخر الوقت لازم روح. لولو بتغيب الشمس بالنسبة إلي وقت تروحي، كل شي بيصير بشع. امشي، ليش عم تطلعوا؟ لا لا عم تطلع، ما بتخجل تطلع بنات العالم وانا معك. خلص تمام. امشي. لك خلص ما بتستحي يا عيب، شو ما عليك. خلص حاجه، امشي قدامي لشوف. لولو. نعم نديم، شو بدك؟ ليش عم تصرخ؟ انا مجنون ليك عم صرخ؟ المجنون بيعمل اللي بده اياه. ها يا لولو، انت لوحه شي؟ ها انت لوحه؟ لا ليش سالتني هيك سؤال؟ طيب ما زال معك لوحه،
لكان ليش عم يتطلعوا فيك هدول الاغبياء؟ تعال هون لك لك وين هربان؟ تعال وين رايح؟ تعالوا لهون نحن بنورجيك. تعال هون تعال هون تعال هون تعال هون تعال هون ما رح تهرب منا. تعال تعال هون تعال شو عم تساوي هون؟ لا ولا شي، كنا عم نحكي أنا وأبوكي بموضوع حديث طبيعي يعني. إيه أنتي وين كنتي؟ وين بدي كون؟ تمشيت شوي وأجيت. ليكي بنتي جيبي كاسة لبن لأبوكي وتعي فورا. رح خبر سعاد تعملها، بتساويها فورا هي. لا لا أنتي روحي ساويها. ليش؟ لأني حابب أشرب لبن من تحت إيدين بنتي الحلوة، بيطلع طيب كتير. يلا يا بنتي روحي ساويها. والله إلي شوي ناطر لأشربها، حتى ما خليت أمك تساويها. رح ساوي لك إياها فورا بابا. لكن أنا لأقوم كرمال تحكي أنت وبنتك على راحتكم. لا. عمي عمي حطيتك إلا لحصنة، إذا ما في شي تاني خليني روح. روح يلا روح، دايما بتجي بالوقت الغلط لعندي. ايه بكره رح تتلبكي كمان، بس بدك تفوتي القهوه للخطابه وقت يجوا لعنا. بس الخطابه ما رح يكونوا واقفين هيك عند باب المطبخ وينقذوني امي. يلا لشوف، روحي لعند ابوك عم ينتظرك جوا يا بنت. امي بابا بحياته ما طلب انه ساوي له اللبن بهي الطريقه الا اذا كان بده مني شيء، كانه في شيء مهم بده يقول لي اياه. ما بعرف، بدك تروحي وتشوفي شو بده. تفضل بابا. يسلم ايديك يا بنتي الحلوة، ما حدا بيساوي لبن طيب مثلك انتي. يسلم ايديك يا حبيبتي. حاطة حنة على ايديك؟ لا بابا، كنت عم قطف جوز وما راح عن ايدي. لا تخجلي لا تخجلي، اي بنت بتساوي هيك شغلات. خلص بابا. وكمان انتي صرتي بتقدري تتزوجي، شو رأيك؟ اذا اجا نصيبك ودق بابنا بدك يانا نوافق؟ انتو اكيد بتعرفوا الاحسن الي. شو يا بنت؟ ولا مانك حابة تطلعي من بيت ابوكي؟ بس انا شايف انك صرتي جاهزة للزواج. يلا ان شاء الله خير. شو رح يصير هلا؟ شو بده يصير؟ مو قررنا انه نزوج البنت؟ معقول نقعد وننطر هيك ليجي النصيب يعني؟ يا ربي دخيلك. لا تتزارفي هلا، استغفر الله. اللي بيشوفك بيقول عنا سبع بنات ومتعودين على هالقصة، كلها على بعضها هي بنت وحدة، شو بده يعرفني انا؟ انت ما تاكل هم، من وقت ما خبرتني انا اتصلت بماجدة وبكره رح تخبر الضيعة. اوهو
والله الشباب ما رح يعرفوا يناموا اليوم بعد هالخبر. أول ما تطلع الشمس بتشوف كيف رح يبلشوا يجوا لعنا الكل. منشوف الصبح على خير. أوه جميل، لوين رايح لحتى هيك مزبط حالك؟ أول شيء أنت اللي لابس بدلة ومدري شو. ولا شيء، لا تهتم، عندي كم شغلة مهمة. ابني بدك تجي ولا لا؟ اللي ساعة عم حاكيك. عثمان إلك من الصبح صار عراسنا، أنت خليك هون. شو هلأ بدك تروح ولا لا؟ أنتوا روحوا يا أمي، أنا رح ألحقكم فورا على البستان يعني. إيه قصدي يلا يا مرا. سبقني كمان يا بابا يلا. وأنا فورا بلحقك ما بتأخر، أنا وراك. أنا رايح تصطفل. إيه كل هالرتابة كرمال تروحوا على البستان؟ ها؟ شو هذا يا جميل؟ ما تكون رايح تفلح الأرض بهذا الطقم الرسمي يا جميل أنت. الله يعطيك العافية يا أخي. بما أنه رايحين اثنيناتنا على البستان لنمشي سوا. إيه طبعاً يا أخي. ايه شربتنا قهوتنا وسألتنا أسئلتك يا سيد مراد، هلأ الموضوع صار عندك. تسلمي، شرفتونا بجيتكم لعنا، خليني ودعك أنا. تفضل. يلا تفضل يا ابني. انت حبيتي يا بنتي؟ ايه خبروني لشوف شو يلي ما عجبكم بالرجال. اوه والله كتير شغلات، ما شفتي كيف طول الوقت عم بتطلع بأمه وخايف وما بيعرف يحكي كلمتين وعم بيرجف؟ شو ناقصنا هيك رجال نحنا؟ وأنفه مايل كمان. شفته مو هيك؟ شفته كيف مايل؟ وأنا كنت عم بقول لحالي في عنده عيب ما قلته، واللي هو شو هالإنفي اللي عليه؟ يعني بيشوفه بيفكره شايل شوال بطاطا على وشه. وانتي ليش عم تضحكي؟ إذا بتضلك هيك بعمرك ما بتتزوجي، بس حبيت إلك هالشغلة. بسمح للخطابة يفوتوا لعندكم؟ خليهم يفوتوا يلا. بدكم تساووا قهوة كتير اليوم، وتخيلي آخر شي ما تتزوج بنتنا، والله بموت، هلأ بيرتفع ضغطي من القهوة. ما بيصير، انت بس اعمل حالك عم تشربها. والله صار في بطني شجرة بنية. بنتي دخيل عينك، حطيلي بالفنجان شوية قهوة معلش. حاضر بابا. من روح هون. يلا يلا بسرعة بسرعة بسرعة. تفضلوا تفضلوا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلين فيك. أهلين فيكم. الله يرضى عليك، كيفكم؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله. أنت بدك تروح على البستان مو هيك؟ إيه لكن لوين بدي روح؟ معقول روح على مكان تاني؟ انتبه ما يخربوا شعراتك بالبستان، انتبه منيح. وأنت كمان انتبه كتير على طقمك، كل شي ولا يتوسخ أو يتغبر أو يتعبى طين مثلا. ركان؟ أمي أنت روحي بلحقك أنا. هدول أنتو؟ بتصدقوا ما انتبهت لكم؟ يا ربي لوين؟ لوين؟ قصدكم أنا؟ كنت رايح تمشاية. لوين؟ أمي عم تناديلي، بخبركم بكل شي بعدين. يلا باي باي. يلا يلا أمي يلا. ليش طولت هيك؟ خلاص امشي بحكي لك. يلا يلا وينكم؟
افتحوا الباب. يلا سمحتوا، نحن مستعجلين كثير لو سمحتوا. روح من هون كثير، يلا روح على الصف. يلا لا تخليني انشغل فيك، عندي مين تصدق راسي. روح عمي روح يا حبيبي. وانت كمان فوتوا حدا. ليش شو فيها؟ طول عمرك بتقول انه ما بتشوف لولو غير مثل اختك، هلا صرت بدك تاخدها؟ حدا يعمل ضجه. ايه انا زدت الكلمه هيك، عيب عليك تحكي معي هلا. اسكتوا بقى، بكفي صارعيني من الصباح، ما بدي حدا يطالع صوت بالمره. تفضل شو عم يصير فينا؟ السلام عليكم يا عصمت. وعليكم السلام، أهلين عمر. ما رح أسألك كيف الشغل لأنه واضح علي أنه ما في حدا. والله الشغلة ما أنا مربحة. أنت هيك بتفكر، بكرة رح يتعبى هذا المحل يا عمر. إلي شوي عم فكر كيف بدي وزع الشاي على كل هالعالم اللي رح تجي. ليش؟ في عرس؟ إيه أكيد رح يصير، لنشوف مين هالحظ حلو. أكيد بكرة بنعرف. حاجة تكتل حكي، خبرني يلا لشوف. معقول ما أنك سمعان يا عمر؟ كل الضيعة بتعرف مراد اللطيف. إيه شبه قرر أنه يزوج بنته الوحيدة. كل شباب الضيعة واقفين على بابهم. والله يا عمر أكيد رح يصير عرس. بده يزوج لولو؟ تماما، ما تكون حابب تتزوجها كمان؟ شو هالحكي؟ أكيد ما رح يزوجوا بنت الآغا لراعي الغنم. صالح أفندي؟ أمريني أنسى لولو؟ هدول كلهم خطابين؟ إيه والله يا أنسى، الضيعة كلها واقفة هون. أنت بتفكر هيك؟ وعمر امشي اسرع من هيك يا عمي. يلا يلا يلا. ايه ابني استعجلنا. ما تستعجل، ما في داعي ابدا. اذا مراد ما اعطى بنته لي لمين بده يعطيها يعني؟ طبعا. ما هيك؟ اوه ليكو 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 ليكو، مين اجا؟ اهلين رفقاتي، شو صاير؟ ليش هيك عم تعذبوا اهلكم؟ اذا كنتوا رايحين على بيت مراد اللطيف يعني ما في داعي تباركوا لنا. يعني والله ما في داعي، بتعرفوا لولو بنت خجوله كتير. ايه والله، يلا بشوفكم. اه مثل ما بيقولوا، يلي بيوصل بالأخير بيخسر على طول. طيب شو مشان آخر واحد إجا؟ خلصنا، كان أسوأ واحد فيهم. شو هالمنظر هاد؟ قصير وبشع وقاعد مثل اللبخة. طيب خلينا نقول كلامك صح، ويلي قبله شو كانت مشكلته كمان؟ هذا كان نحيف، إذا نفخت بوشه بيطير. ايه وشو مشان كازم ابن ناجية؟ رح خبرك شغلة، هذا كان مريض من هو وصغير، أكيد رح يموت بعد شي شهر، أنا متأكد. ها بتتذكر هداك الحلو يلي إجا بس مع أبوه؟ شو مشانه؟ ما شاء الله عليه، شو طويل، شو وش عليه، وتيابه مرتبة كمان. أبو البيت ايه؟ من أساسه لرأسه غلط، عم بيمشي مثل النسوان لأنه الشاب متربي زيادة عن اللزوم. ما دخل الترباية الزايدة، شو مفكرتيني ما بفهم؟ بعدين أنا ما بحب هذا النوع. لكن شو؟ والله احترنا يا قرع، من وين بدنا نمشطك؟ خلاص اخرسي، شغلي عقلك شوي. لما بيطلع حدا عبنتي وبيلطشها بالشارع شو بده يساوي يا ترى بهيك موقف؟ شو بيساوي يعني؟ بدل ما يكون رجال قوي ويضربه شو بيسايره يعني؟ بيقول له لو سمحت لا تطلع عمرتي يا أخي لأني بزعل، شو رأيك؟ ما بدي إياه، مو ناقصني نسوان، ما لقينا ولا واحد مثل الخلق. استغفر الله العظيم. بكفي، حاجة كتري حكي. شكلك مو ناوي تزوج بنتك أبدا.
خليه يجيني رجال مثل الخلق وشوفي كيف رح أعطيه. والله أنا بعرفك أكثر من حالي، ما رح تحب ولا واحد يتقدم له. ها شو عم تستنى يا عمر؟ ليش عم تستنى؟ شو؟ ليش صافن وزعلان؟ مفكر إذا صفنت هيك رح تشوفها يعني؟ لو بعرف إني بقدر شوفها إذا صفنت كنت ضليت صافن طول العمر. كله لخير إن شاء الله. ها تفضل، أنا بدي أقوم بقى. لوين؟ لوين يعني؟ على المطبخ، بدي ساوي بنتك مخلل عنا. حساويها بسرعة واجي لعندك. خرسي بقى، لا تحكي بلا طعمة. لأنه بحياتنا ما رح نقدر نلاقي عريس لبنتك. ليش؟ ما تكوني بدك تخلصي من البنت، شو صاير عليها؟ قاعدة ببيت أبوها معززة. يا ربي تلهمني الصبر. لك والله بوجع الراس. رح انفجر أنا بقى منكم، رح انفجر. شوفي أمي، ليش شو صار؟ في أكبر من إنه الوحدة تعلق بلسان أبوكي؟ مستحيل إنه يتراجع عن كلمته. بكل رجال إجا اليوم وتقدم لك طلع لي ثلاث عيوب فيه من تحت الأرض، وما حدا بيعرف شو السبب. والله معلش أمي، حاسة بابا ما رح. شو عم تقولي أنتي؟ ما يكون ما عجبك أنتي كمان؟ لا أمي ما عجبني ولا واحد. ولا واحد من كل الرجال يلي أجوا لعنا اليوم؟ لا والله أصلاً ما في ولا واحد فات على بيتنا على القيمة. لولو شو عم يصير يا بنت؟ لا تحكي هالكلام مثل أبوكي. شو يلي ما عجبك فيهم؟ كل واحد أحلى من الثاني. ايه صح، وجمالهم بيموت. انا ما في بعيني غير حلو واحد يا امي. ايه وهو ولا واحد من اللي اجوا اليوم. ايه ما رح يكون طبعا، لانه اللي اجوا اكابر. لا يا امي، وكمان الراعي عمر. لا تسرعيني بالغنمات يلي عند الراعي عمر ومدري شو كمان. يلا نامي لشوف، ما بتعرفي شو بصير، يمكن يجوا لعنا خطاب الصبح. اذا كانوا بيشبهوا يلي اجوا لعنا اليوم فما في داعي يجي ولا واحد. صرتي نسخه عن ابوكي، انت وابوكي ما بتحبوا حدا. روحوا ساووا يلي بدكن اياه، بكفي بقى، ضيقتي لي خلقي انت وياه. ايه خلص بقى، والله تعبت منكم. ايه قرفتوني حياتي ولو العمى. رحنا نطلب بنت مراد اللطيف لابن عمي. ايه يلا لخير ان شاء الله. ايه ان شاء الله. السيد مراد ما قبل طلبكن؟ لا، مين حكى هيك؟ ليك الحيوان، شفت ضحك علينا. نحن بدنا نتحدى الكل. السلام عليكم يا شباب. وعليكم السلام. لو تشوف قدام بيت مراد مليان خطابة. إجباري، كل واحد سمع الخبر أخذ ابنه وراح يتقدم لبنت مراد. إيه والله، بس تشوف ما نهين هالسيد مراد. شو صاير يا بنتي الحلوة؟ كأنك زعلانة. أيمت بدهن يروحوا من عنا يا أمي، أنا طقت روحي. إيه فوق مالك حلوة، كمان أنت بنت الآغا، كله رح يتمناكي. ليش لحتى ما يقبل؟ شو بده يخلي بنته مخلل عنده؟ دخيلك، خليه يساوي اللي بيحلاله. ايه؟ يلا عن إذنكم. لوين يا عثمان؟ ما بدك تروح على البستان؟ خير يا نديم، لابس ومزبط حالك، لوين رايح؟ بدي بنت مراد اللطيف، بدي لولو. شو ما بتخاف إذا رحت لعندهم مراد آغا يفلت كلابه عليك؟ انتبه. لا، أنا ما بخاف من الكلاب ولا شيء، أنا ما بخاف، بدي لولو. أي. انت مين بتكون لحتى تطلب ايد بنتي؟ ها اي اوعك شوفك مقرب على بنتي. ها والله ببتلي فيك. الكل على باب الرجال، حتى المجنون بده بنته، لنشوف لمين بده يعطيها بالاخير. بالاخير الاغا رح يطلع جنانه على الكل بس يعصب. ايه شو بيقولوا؟ حكم القوي على الضعيف. يلا يا أخي فوتنا. عمالكن خلص بقى، شو صار لكم؟ رح فوتكن واحد واحد لجوا. يعني بعده استاجر، لا تدفشوا، ما حد عم يدفش. واحد واحد فوتني، بعده بعده أول حدا. أهلين يا آغا. مرحبا. فضل. آغا أهلين فيك يا. تفضل يا آغا.
ما بدك تفوتنا؟ حاش خلاص حاش طلع موقعك. الخطابة ناطرين برا، رح روح خبر صالح كرمال يبعث لنا حدا منه. استني، عندي شي بدي خبرك يا. خير إن شاء الله. تعي عديل شوف، هيك ما رح يمشي الحال. واقف على بابنا المنيح والأبيح، القبضاي والحرامي والعائل والمجنون والمتربي وقليل الذوق. لك حتى نديم بده يجي لعندي. والله ما فهمت شي، شو بدك؟ أنا قصدي لكل شاب حابب يتقدم لازم حط شروط عليه. قلت شروط؟ إيه لكان، وهي الشروط لازم تكون قاسية. برافو عليك والله، لازم يكون عنده 5 أراضي على الأقل. طبعا لازم يكون موقعهم كتير حلو لون إطلالة كمان. خرسي يا مرة، ماني عم بعرض بنتي لبيعة، في شغلات تانية أهم بكتير من الأراضي. يعني لازم يكون قوي وذكي. يا ربي أنت مجنون يعني؟ كيف بدنا نعرف هدول؟ منقطع الرجال ومنشوف إذا قلبه قوي؟ لا تندميني إني جيت وحكيت معك. أنت هلأ قولي لماجدة تعطيهم خبر أو لبنتها، وتخبر الكل إنه ما ينطروا عند بابي على الفاضي. وليش بقى؟ لولو رح أعطيها للشاب يلي بيجي وبيقدر يسرق لي الحصان. شو؟ ما فهمت أنت شو عم تقول؟ ساوي هيك، إذا قدر يتخطى الكلاب ويسرق الحصان اللي عندي بزوجه لولو. شو؟ شو ما عجبك؟ مراد أنت فهمان موضوع الشرط غلط، هاي عقوبة مو شرط. ساعتها اللي بده ياخدها بده يثبت لي انه قلبه قوي وبيعرف يتصرف. تعرف انه الكلاب يلي عندك كتير متوحشة وبتأذي العالم. شو جنيت؟ لا تحكي هيك على كلابي ماشي، بزعجك ها؟ هدول الكلاب اوفى من الانسان واكيد لازم يحموني. لنشوف هالرجال يلي رح يقدر يتخطاهن وياخد الحصان، بوقتها برتاح وبقدر اعطيه بنتي وانا مغمض. ايه بس ما في بس ولا غيره، قراري نهائي. ايه تصطفل والله انا ما عم بفهم عليك بنوب. رح يبين الرجال قوي لما يتخطى الكلاب ويسرق الحصان تبعك. بدك يعني وافق على شيء مستحيل انه يصير. بس يلي فهمته انك قررت تترك لولو عنا وتخلي هالبنت عندك يا مراد. يلا ساوي اللي بدك يا بقى. شو هالحالة هي؟ بتقول جاي تحضر عرس؟ صالح تفضل يا أغا. أنا تعبت والله تعبت. شو في أمي؟ شبك؟ والله الرجال مجنون وبده يخليني يصير مجنونة مثله. يا أما عم يتقصد كرمال ما يزوجك. طلع لي فكرة جديدة. شو الفكرة؟ ما حدا رح يقدر انه يسرق الحصان، يعني كيف بده يتخطى الكلاب؟ لا لا
كيف بده يقدر يتخطى هالكلاب وياخذ الحصان المجنون اللي عنا؟ والله روحي اسألي أبوك وخليه هو يجاوبك يا بنتي. أمي شو بدنا نساوي نحنا؟ لهلا ما في صوت جاي من الحظيره. مين بده يسترجي يفوت عليها؟ يا مراد آغا خلي الكلاب تنام بالحديقه والحصان ينام بالحظيره وبنتك لولو تضل عنا مثل المخلل يا حرام. لا حول ولا قوه الا بالله. معقول ما في رجال قلبه قوي؟ بكل هالضيعة ما في واحد قوي؟ اللي شاغل بالك؟ شو عمر؟ ليش هيك عم تعزف بحزن؟ لا ما فيني شي. سمعت آخر شي شو قرر بابا؟ شو قرر؟ بده يعطيني ليلي بيتخطى الكلاب. ايه سمعت، عرفوا الكل. ما زال سمعته عمل شي. شو بساوي؟ شو ما عملت أبوكي ما رح يعطيني إياكي. عمر إذا بابا رضي عليك يعني إذا ساويت الشرط المطلوب مستحيل إنه يقول لك لا. هلأ أنتي من كل عقلك عم تحكي يا لولو؟ معقول أبوك يعطي بنته لراعي؟ أنت ما بتعرف بابا. لا بعرفه وبعرفه أكتر منك. لا تشوفه إنه عصبي شوي، بس هو قلبه كتير طيب. يعني فكر ليش لقبوه لطيف لبابا؟ لو إنه ما إنه طيب ما كان اسمه هيك، يعني كانوا صاروا ينادوله مراد الشرير. بابا بس بده يزوجني لواحد يكون قوي ويكون سندي بهالأيام، هذا كل شي. لا تكبر الموضوع هالقد، بابا ما بيهمه المصاري. هو طول عمره كان يقول رزقه بإيد رب العالمين وما حدا بيعرف شو بصير مع الأيام. لولو انتي عن جد بتصدقي انه أبوكي رح يعطي بنته لمين بيسرق الحصان؟ حتى إذا كان راعي؟ ايه لو كان هيك وأنا كتير رح انبسط، صدقني رح أملك كل العالم لمصير مرتك. أبوكي قال إنه رح أعطي بنتي لأي حدا بيسرق حصاني بدون تردد، وأنا مستعد سوي أي شي كرمالك. رح أخذ هذا الحصان وأتخطى هالكلاب كلهم كرمالك، وأنا مستحيل أتخلى عنك وعن حبنا طول ما فيني نفس. عرفي هالشي. Thank you.
ساعدوني. خير إن شاء الله. بيكون شي شاب حاول يتخطى الكلاب ويسرق الحصان. عدوا أنتوا عدوا، خلوا الكلاب تلعب معه شوي. بابا والله هلأ بموتوا للرجال، روح شوفه. لك ركود يلا، أنت بتعرف الكلاب ما بترد غير عليك. طيب رايح، أنتوا خليكن هون. مين عم يعضوا يا ترى؟ عمر. إذا جروحه غميقة عقم له ياها. طيب يا أغا. استنى ها جمال، لسه ما مات. ليش كل هالقد عضينه الكلاب؟ يا حرام عضينه بكل مكان. الكلاب بيجوعوا بالليل يا أختي، لهيك بيصيروا شرسين زيادة، بيكونوا جوعانين. أه. طيب عمر وينه؟ عندي طلب منك. ما بحب زعلك ولا أكسر بخاطرك، إن شاء الله أقدر نفذ لك هالطلب. عمي أنت بتعرف أني بحب لولو كتير. إيه. مشان الله أعطيني طريقة لأتجاوز الكلاب وأخذ الحصان لحتى يقبل يعطيني لولو وأتزوجها. ليك يا ابني، طول هالسنين ما شفت حدا عنده أخلاق مثلك ووفاء. أنا رح خبرك شو الحل. بدك تكون مشغل عقلك ويكون قلبك قوي وحاضر. أحياناً بيكون الصعب بس بده ذكاء لحتى يصير سهل، وأنا بوثق أنك ذكي ورح تلاقي طريقة. شوفي لولو، تأخر الوقت لازم روح. لولو، بتغيب الشمس بالنسبة إلي وقت تروحي، كل شي بيصير بشع. بده يعطيني ليلي بيتخطى الكلاب. ايه سمعت، عرفوا الكل. ما زال سمعته، عمل شي. شو بساوي؟ شو ما عملت أبوكي ما رح يعطيني إياكي. بابا بس بده يزوجني لواحد يكون قوي ويكون سندي بهالأيام، هذا كل شي. لا تكبر الموضوع هالقد، بابا ما بيهمه المصاري. هو طول عمره كان يقول رزقه بإيد رب العالمين وما حدا بيعرف شو بصير مع الأيام. لولو، أنت عن جد بتصدقي إنه أبوكي رح يعطي بنته لمين بيسرق الحصان؟ حتى إذا كان راعي؟ إيه لو كان هيك، وأنا كتير رح أنبسط. صدقني رح أملك كل العالم لمصير مرتك. أبوكي قال إنه رح أعطي بنتي لأي حدا بيسرق حصاني بدون تردد، وأنا مستعد ساوي أي شي كرمالك. رح أخذ هذا الحصان وأتخطى هالكلاب كلهم كرمالك، وأنا مستحيل أتخلى عنك وعن حبنا طول ما فيني نفس. عرفي هالشي. Thank you.
لولو؟ امبارح في شب حاول يتخطى الكلاب، والله كانوا رح يموتوا للرجال، كان وجهه كله دم. يا ربي كان رح يوقف قلبي. فكرتك انت. تراجع يا عمر، لو سمحت تراجع، الكلاب كتير خطيرين صدقني. وقال انه الكلاب بتجوع كتير بالليل، لهيك بتصير متوحشة، بصيروا مت كلاب الشوارع. انا استسلمت يا عمر. استسلمتي؟ هيك تخليتي عني بسرعة؟ انا ما تخليت عنك ابدا، بس انا خايفة عليك كتير. ماشي، والله اذا صار لك شي فورا انا بقتل حالي. انا لسه ما متت، ما متت لحتى اتخلى عن حبك واتخلى عن حلمنا. ما تخافي، انا رح ساوي هاي المهمة، واذا فشلت بوقتها ما في داعي اني اعيش على الحالتين. يعني خلي الكلاب تنهش لحمي. سكوت، ما تحكي هيك، انا ما بقدر اعيش اذا انت صار لك شي. ما تخافي، جهزي حالك وانطريني. تمام. تراجع يا عمر، لو سمحت تراجع، الكلاب كتير خطيرين صدقني. وقال انه الكلاب بتجوع كتير بالليل، لهيك بتصير متوحشة، بصيروا مت كلاب الشوارع. انا استسلمت يا عمر. استسلمتي؟ هيك تخليتي عني بسرعة؟ انا ما تخليت عنك ابدا، بس انا خايفة عليك كتير. ماشي، والله إذا صار لك شي فورا أنا بقتل حالي. أنا لسه ما متت، ما متت لحتى أتخلى عن حبك وأتخلى عن حلمنا. ما تخافي، أنا رح ساوي هاي المهمة، وإذا فشلت بوقتها ما في داعي إني أعيش على الحالتين. بدك تكون مشغل عقلك ويكون قلبك قوي وحاضر. أحيانا بيكون الصعب بس بده ذكاء لحتى يصير سهل، وأنا بوثق إنك ذكي ورح تلاقي طريقة. ساعدني يا ربي، تعال عندي. يلا انت وياه، يلا يا حلوين، ناموا منيح لشوف، وانتوا نايمين احلموا انه عم تتغلبوا علي. بس ما في صوت كلاب، خليني نام. عم قلك في حدا عند الحصان، ليش ما بتقوم بتشوف مين هو؟ يلا قوم. عم قلك والله اكيد في حدا عند الحصان بالحظيره. استغفر الله استغفر الله، لو في حدا بده يفوت كانوا الكلاب نتفوه. انا بعرف شو عم بحكي. شو مالك سمعان صوت الحصان يعني؟ يلا نامي، رجعي نامي. طيب وهلا بلكي عن جد في حدا وصل على الحصان؟ بدك تضل متسطح؟ قوم قوم، يلا قوم. لو انه في حدا كان اجى لعندي فورا، ما كان استناني لاطلع لعنده. نامي بقى نامي.
تعال 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 يلا 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 امشي يلا. صوت حصاني كأنه في حدا طلعه. معقول؟ ليش الكلاب معويت؟ ايه خلاص ارجع نام. مو انت هيك قلت لي ارجعي نامي؟ وينك يا عمر؟ عمر شو صار؟ الحصان مانو هون. عمر لولو يلا بسرعة نطي بسرعة. ليك يا مراد لولو ورا. مراد أغا مراد أغا مين أنت؟ حصانك تحتي وبنتك وراي. ماشي يا بنتي. أنا منيحة يا بابا. مين أنت شو اسمك؟ عمر الراعي. عمر الراعي. عمر خطف بنتي لولو. خرسي يا مرا اللي شو ساويت بالكلاب؟ ما عم بيطلع صوتها. نايمين بالحظيرة يا أغا. أنا رايد بنتك على سنة الله ورسوله. إذا بتسمح لي كلمتك كلمة يا أغا. الأغا ما بيتراجع عن كلامه. وانت اثبتت لي انك ذكي وقلبك قوي. بدي اسالك سؤال واحد. تفضل يا اغا. نشكر الله بنتي لحد هاللحظه بحياتها ما جاعت عندي. وانا ما عم بستخف فيك انك راعي. الواحد ما بيعرف شو الله كاتب له بالايام وامتى بتوصل الرزقه. بصفتي ابوها من حقي اسالك. لنفترض مرت عليك ظروف صعبه، كيف رح تطعمي بنتي؟ من وين رح تجيب الاكل؟ يلا جاوبني. كون مرتاح يا اغا. اذا رب العالمين صعب علي بشي يوم، عندي استعداد اشتغل واحمل الصخر على ظهري، بس انا مستحيل جوع اولادي او مرتي. والله هالرجال بيستاهلها. احسنت يا ابني. باذن الله انا موافق اعطيك بنتي يا ابني عمر. الله يسعدكم مع بعض. امين. Sen gidince benim için güneş batıyor. Her şey çok geç oldu. Sen gidince benim için güneş batıyor. Her şey çok geç oldu. Biliyor musun? Ben sana varmaktan, senin karın olmaktan mutluluk duyarım. Ne haddime? Koca ağanın kızı çoban Ömer'e varacak değil ya. Ömer yok. Ben ölene kadar ne benden ne de hayalinden vazgeç. Vazgeçtiğim sen değilsin. Ben hayalimden vazgeçtim.
ölürüm de seni sevmekten vazgeçmem ben. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.